월요일 정글. حامل التليفون ده نستخدم له 5 قطع من الكرتون. اول قطعة 6.5 × 12.5 وقطعتين 1 سم × 6.5 وقطعة 12 سم في 10 سم. وهنقطعها النص على شكل مثلث ونتأكد انهم متساويين زي بعض عشان شغلنا يطلع مظبوط. وهنبدأ نتزاهم بمسدس الشمع بنفس الشكل كده. واهم حاجة في اللزق ان الشغل بتاعنا عشان يطلع مظبوط لازم نلزقه كويس مرة واحدة عشان ما يفكش بسرعة. أهم حاجة في الشغل اللزق يكون جامد عشان شغلنا يطلع مظبوط. مقاساتنا في التقطيع برضو لازم تكون مظبوطة. وهنلزق الحتة الصغيرة كده زي ما انتوا شايفين ديت اللي هتشيل التليفون. وهنلزق الجنب التاني برضو. هناخد على مقاس التليفون عشان لو حبينا نحط تليفون كمان الحامل يشيل معانا 2 تليفون. وهنلزقها كويس ده عشان خاطر تمسك كويس، لازم انك تطلعش هم. وبكده خلصنا الحامل بتاعنا. ايه رأيكم؟ حط عليه التليفون. ايه رأيكم؟ تمام، جميل. انا شايف انه جميل وممكن نحطه على هذا الوضع وكده برضو براحتك. شكرا لكم على مشاهدة هذا الفيديو. لا تنسى مشاركتنا بآرائك في التعليقات وتسجيل الإعجاب بالفيديو ومشاركته مع أصدقائكم لتعم الفائدة. وندعوكم للانضمام إلينا بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس للتوصل بجديد الفيديوهات أول بأول.